فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته قال بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه لما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به. نعم. فقال تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. نعم. إنه خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله. فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا حتى يؤمن برسوله معه صلى الله عليه وسلم. هذا ركن من أركان الإيمان. وهكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال كمال الإيمان هنا أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكمال، كمال له، حتى لو قال كمال واجب أو كمال مستحب. إيش الفرق بينهم؟ كمال الواجب يأثم، كمال المستحب ينقص رتبة، وكل ذلك ليس بصحيح. الصحيح هو إيش؟ ركن من أركان الإيمان. ركن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ركن من أركان ده الإيمان بما جاء به النبي، ركن من أركان الإيمان. والذي نفس محمد بيده لا يسمع به نادر يهودي ولا نصراني ثم لهم بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال: وهكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من امتحنه للإيمان. فقال الإمام رحمه الله: أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية فقلت: يا رسول الله، علي رقبة أفأعتقها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فاعتقها. قال الشافعي رحمه الله وهو معاوية بن الحكم، وكذلك راه غير مالك وأظن مالكا لم يحفظ اسمه. وقال الشافعي رحمه الله: ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قف، جزاكم الله خير. أمام الكلام على مسألة فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أن الإمام الشافعي أتى بالأدلة على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، نبين لما فعل ذلك. وهذا أصولي بحت وأصولي محض في هذا الباب، لكن في كماله أن من كمال الإيمان، يعني هات العبارة نفسها كما قلنا عبارة لابد أن ينظر فيها، كمال الإيمان لا يقصدها الإمام الشافعي بهذا الحال. الإمام الشافعي يعلم ويبين أن ركن الإيمان الأعظم الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك واستدل بهذه الآية: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. قال: فلو آمن إنما المؤمن نعم قل. قال: فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان. شوف اسم كمال الإيمان، هذا ما يقصد غير مقصود للشافعي في هذا الباب، ولا الشافعي يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، يعني هذا أصلا ركن من أركان الإيمان. لا لا، ليس المقصود أصوليا أو اصطلاحيا مسألة الكمال، وإلا فعندنا كمال الإيمان يدور بين كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب، والفرق بينهما كمال الإيمان الواجب ان تركه ويأثم، وطبعا يقل الإيمان. طيب، لكن لا يؤثر في أصل الإيمان، وكمال الإيمان المستحب ينقص رتبة، وطبعا من باب أولى لا يؤثر في أصل الإيمان ضياعا، يعني ذهابا.
وأما الإيمان بمحمد أصل من أصول الإيمان أصلا، هو ركن من أركان الإيمان. فما قاله الشافعي يحمل على يقصد بذلك الإيمان الذي يكون كاملا عند الله لينجو به المرء. يقصد الشافعي بهذا الكلام الإيمان الذي يكون كاملا عند الله تكتب به النجاة، لأنه إن لم يؤمن بمحمد لم تكتب به النجاة، والأدلة استدل بها كلها على ذلك. فآمنوا بالله ورسله، سورة النساء قال الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، قال أولئك هم الكافرون، الكافرون حقا. قال كذبت قبلهم قوم نوح، أو قال كذبت قوم نوح المرسلين، لما كذبت الرسول واحدا، هذه هي الدلالة التي فيها الباب على ذلك. فإذا نقول بأن مسألة الإيمان، مسألة الإيمان هي المسألة الأصيلة. شوفها الشاحن رايح، مسألة الإيمان أصيلة في هذا الباب على أساس أنه ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص شيخ، خلاص إن شاء الله يخلص. ركن من أركان الإيمان الأصيل في هذا الباب. والكلام هنا لما أتى به معناه عنوان بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة النبي. أنا أقول أن صدق الإيمان يتجلى في الاستسلام والاتباع والانقياد. كانه قال من كان صادقا في الإيمان وجب عليه أن يتبع، وذلك قال فرض الله في كتابه، وأتى بيش بالإيمان، وأتى بالإيمان. يبقى إذن هذا الفرض ممكن خليك كده مش عايزين فرض الإيمان. فالمؤمن الحق هو الذي يتبع. فهنا يقولون نؤمن بمحمد رسولا ولا نؤمن بسنته، هذا يكفر. لذلك القرآنيون كفر، القرآنيون كفر. لما كفر؟ مع أنه لما تسألهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الآن، أو كفر. من أنكر السنة كلية وقال القرآن يحتاج لملحق ويكفرون بالسنة، قد كفروا بإيه؟ بمن جاء بها. لأنه وحي. لو كنت صادقا في إيمانك بالقرآن لأمنت بإيش؟ بالسنة. لأن الله تعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فهنا لفت الانتباه من كلام الإمام الشافعي على أنه لما أراد أن يقول بفرض الله في الكتاب على اتباع السنة أتى بآيات الإيمان، لأنه كأنه قال ولا يكون مؤمنا حقا إلا من اتبع. وذلك شوف إيش قال، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه الأمن الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الإيمان حقا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف باتباعه؟ ولذلك الآيات جاءت كثيرة في وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباع الكتاب. طبعا قال الله تعالى ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة. لذلك انتقل المصنف وتكلم عن الحكمة في الفرضية الثانية، وقال بعدما ما أسس ركنية الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما جاء به النبي والحكمة، والكتاب نطق باتباع الحكمة، فهذا من باب اللازم. يبقى إذن يجب اتباع الحكمة، وهذا يدل الدلالة واضحة على كفر من رد القرآن، من رد السنة، من أنكر كلية السنة كافر، لا مرية في ذلك. من أنكر كلية السنة، المعتزلة ينكرون البعض، وهذا فيهم خصلة من خصال الكفر، فيهم خصلة أنه صدق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم دلالته صدق الاتباع، عموم الاتباع في عموم الرسالة. لذلك الله تعالى سمى السنة وحيا آخر، وسماها حكمة. ولذلك الشافعي قال يعني كل من رأيناه من العلماء يقولون كتاب الله، آيات الله هي الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة. ولذلك قال هنا مسألة اتباع السنة، فقال اتباع السنة يأتي باللزوم في هذا الباب، ويأتي أيضا بأمر الحكمة الذي ذكرها الله تعالى في كتابه. لأن الله جل في علاه وش قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. والأصل في العطف
المغايرة. ده هنا يريد يثبت لك أمرا. الأمر الأول الإيمان به، يلزمك في الإيمان إن كنت صادق الإيمان يلزمك ها الاتباع وتمام الانقياد. طيب قال هنا وإن كنت أيضا آمنت به بالكتاب فإن الله أمر باتباع الكتاب والحكمة، يعني وجوبا تتبع الكتاب وجوبا تتبع الحكمة. ثم أثبت أن الحكمة هي السنة لما قال الآيات وقال أجمع من نعلم من أهل العلم، أو قال من رأيناه من أهل العلم، قال بأن الكتاب الآيات آيات الكتاب، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة النبي العدنان، والآيات على ذلك كثيرة. يبقى أسس أساسا الآن أنك ملزم بأن تتبع الحكمة، ملزم تتبع الحكمة. وبين أن الحكمة أنزلها الله كما أنزل القرآن بقول تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك، وأنزل يبقى الحكمة منزلة ومش منزلة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعندك بقى بعد ذلك الآيات التي تثبت مسألة الوحي كما تأكيدا يعني، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كل هذا يؤسس بطريقين، الطريق الأول طريق الإيمان، الطريق الثاني أن يبين أن السنة وحي، إذن يلزمك أن تتبع الوحي لأنه أمرك بذلك. ولذلك قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا الآية الفاصلة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. شوف إيش بقى قال بعدها، ثم إن علينا والبيان هي السنة وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالذكر شوفوا السنة نزلت بهذه الآيات، نزلت تحت الذكر، نزلت تحت الذكر لأنها من الذكر. لذلك لما تقرأ أنت للناس وتقول يا متنطعون أنتم تحرفون أنتم، نقول تحرفون الكتاب والسنة. لذلك الأشاعرة يجنون على السنة بالتحريف كما يجنون على القرآن بالتحريف، والمعتزلة أشد إيش أشد جناية لأنهم يردون الأحاديث، كل ما وافق العقل خذناه ولم يوافق لا نأخذه. تحريف عدم القياد. ولذلك قال الله تعالى ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه، قال لا تحارب بي لسانك تعالى ربيه إن علينا جمع القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه. يبقى البيان وحي وحي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم شبعان على أريكات يأتيه الأمر الأمر فيقول ننظر في كتاب الله. فبعد ذلك وش قال؟ قال قولا فصلا، قال ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معهم. يبقى هم بيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، القرآنيون كفرة، ما فيش كلام، ما فيش مريه في ذلك. والأشاعرة يجنون على السنة، والمعتزلة أشد جناية على السنة. شوف الخطأ هنا، الإمام الشافعي درجها لك بالإيمان، والإيمان لازمه الانقياد والاتباع، ثم بيّن لك أنه أن السنة هي الحكمة، والله تعالى من على نبيه بإنزال الحكمة كما من عليه بإنزال القرآن، ثم أمر باتباع الكتاب والحكمة لأنه قال إن تطيعوه تهتدوا. وجاءت هنا الآيات كثيرة جدا تبين أن اتباع النبي إيمان وعدم اتباع النبي كفر. قال الله تعالى فلا، مؤكدات ثلاثة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى الإيمان مرتكز على ثلاثة، التحاكم، بعد التحاكم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت، الثالثة إيش؟ يسلموا تسليما. واحدة من الثلاثة اختلت اختل الإيمان، واحدة من الثلاثة اختلت اختل الإيمان. ولذلك لما قال الله جل في علاه وما كان المؤمن ولا المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك لما قال النبي لفاطمة بنت قيس قالت خطبني أبو معاوية أبو جهم ومعاوية، قال لها انكحي أسامة، قالت من أسامة؟ قرشية حسيبة نسيبة جميلة، وأتى لها يعني أناس من الأنصار رفعاء، الأنصار رفعاء،
مكة. قال قال انكحي أسامة ما بد، ما 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 لكيش بد من السنة. قالت إذا ما بد، سمعت وأطعت. لذلك قالت فاغتبطت به، رضيت بالسنة ارتقت. وكذلك زينب كان أعلى من ذلك. زينب لما تزوجت زيدا، لأنه لما قالت لنبي لا أنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. إذا قضى الله إيش إيش ورسوله قضى في كتاب، قضى في السنة. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. قالت سمعت وأطعت. كفاها الله بإيش؟ كفاها الله بزواج النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا انظر إلى السنة وما فيه. هكذا أم سلمة قالت من خير من أبي سلمة، لكن ما بد. النبي قال لها قولي واخلف لي خيرا منه، فأخلف الله عليها خيرا منه. هذه مسائل من أهمية المكان. ولذلك قال الله تعالى ما يطع الرسول فقد أطاع الله، جعل طاعته من طاعة الله. ما فيش أحد عنده هذه الخصلة. حتى ولي الأمر قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله، نعم طاعة مستقل، وأطيعوا الرسول، ها ما قال وأطيعوا الأمر، قال وأولي الأمر، يعني أطيعوهم ما أطاعوا الله ورسوله. عصوا الله، لا طاعة لمن عصى الله دون أن تفسد ولا تنزع عدم من طاعة. قال إنما الطاعة في المعروف. وهو بكر أول ما خطب قال أيها الناس لست بخيركم، وليت عليكم ولست بخيركم، لكن ثم أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن أحسنت الله فيكم فلا تطعوني. قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وأناط الهداية التامة بطاعتي، إن تطيعوه تهتدوا، وفي المخالفة إن لم تطيعوه إيش؟ تضلوا، تضلوا. وهذا من السنة كثير. قال اتبعوا أثرنا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإلا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالفتن المتهمة قال عليكم بسنتي، الطوارق اللأواء البلايا الرزايا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لذلك نقف هنا نقول العلم الكتاب والحكم، لا علم إلا الكتاب والحكم. عشان كده نقول هؤلاء الببغاوات وهؤلاء الذين يشردون أيضا أصحاب الأهواء وأصحاب الذوق، أصحاب الأهواء والآراءات وأصحاب الذوق والوجد والكشف والمنامات، كل هؤلاء برا دائرة التوفيق، حادوا عن التوفيق، حادوا عن المسألة بالطريق المرسوم الكتاب والحكم. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. لذلك حث واستنهض الهمم على تبليغ الكتاب والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لذلك قال علماؤنا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتأويل. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم حدثنا أخبارنا كما قال الشعبي، شعبها بكذا يقول للناس مجالس هذه بأسرها لا تسوي شيئا، مجلس واحد هو الذي لابد أن يلتفي فيه الناس، قال الله قال الرسول. العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا، وإلا خل وبقر لا في لا شيء فيها. العلم حدثنا أنبأنا أخبرنا، وإلا فهلاوس الشيطان. دين النبي محمد أخبار، نعمل مطيته للفتى آثار. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. إذن الكتاب والحكمة فقط هذا هو العلم، غير ذلك لا علم. انتهى الموضوع، ما في أي علم إلا بهذا العلم. يبقى لنا من تفصيل الشافعي في هذا الباب علاقة الكتاب بالسنة، هذا تأتي إن شاء الله ويأتي تفصيله بإذن الله في الدروس القادمة، من أجل عرس أخينا ومن أجل أيضا الإخوة الذين يقولون تزاحم البساط وتزاحم، ما علموا أن النبي قد قال لعائشة أجرك على قدر نفقك، على قدر نفقك، على قدر مشقتك ونفقتك، على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك ونفقتك، والمشقة ما أجر على قدر مشقة، أجرك على قدر نصبك ونفقتك. فالمسألة طلبة العلم ما أدري ما يستطيعون الجلوس، بيجلس 10 دقائق وهيموت، يقوم يقعد الثاني يشوف الموبايل. مسألة الصبر مر مر
مر ذوقه مر لكن في آخره حلاوة ليست بعدها حلاوة. ولما تنظر إلى قطيع الناس وهم في ضلالات وفي جهلات وتعبدون الله بجهل وأنت جعل الله لك بصيرة، تقول ما هذا العسل، ما هذا، وترى نفسك فوق الجميع في السحاب، وأن الله جعلك تتعبد على علم. أفسد الناس من تعبد على جهل، هذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه. عمر الخطاب مشى وبكى وهو رأى قسيسا واقف بالله يتبهى يبتهل ويتضرع ويتمسك ويصلي لله ويبكي. عمر بكى، هو مش بيبكي على بكاءه، ده بيبكي عليه. قال قول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار الحميم تسقى من عين ماء. لأنه عبد الله على جهل، لما أنت أصلا جالس بتصلي ركعتين وتنام وأنت فوق السحاب، فوق السحاب. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.